ناخد الاستاذ في احد الشهود الاستاذ محمد احمد حسين. استاذ محمد اتفضل. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. اولا تحياتي لضيوف حضرتك. يحييوك جميعا اتفضل. انا اسمي محمد احمد حسين ويمكن في ضيفين يعرفوني استاذ رامي والاستاذ كرم غبريال يعرفوني كاسم ان الشاهد المسلم الوحيد فضيله مذبحه مسبيرو. الشاهد المسلم الوحيد في قضية مذبحة مسبيرو. ايوه ايوه قابلناه في النيابه. قابلته في النيابه؟ اه يعني شاهد حقيقي؟ اه قول. اولا الشهاده بتاعتي من ايام المذبحه نفسها شهاده ضد ناس بعينها. بس قبل ما اتكلم انا عايز بعد اذن حضرتك تديني وقت كامل محدش يقاطعني. لو حد عايز يسال في اي شيء في نهاية كلام يسأل ويتفضل أنا تحت أمره في أي حاجة. تفضل تفضل. أول حاجة عن قضية مسبيرو أنا كنت حاضر في القضية من قبل الأحداث نفسها من الساعة 4:30. يعني شايف من قبل ما يحصل المذبحة. بصفتك إيه؟ بصفتي أولا مواطن مصري مسلم كنت رافض اللي حصل في كنيسة المارينات. ده أول حاجة. آه. تاني حاجة لأن كان لي أصدقاء كتير مسيحيين كنت نازل معاهم بعلن رفضي للي حصل لكنيسة المارينات في الوقت دوت. كان مواطن مسلم بقول لإخواتي المسيحيين أنا مسلم ورافض اللي بيحصل لكنيستكم. مش أكتر من كده. تاني شيء أنا شهدت 3 مرات قدام النيابة العسكرية وقدام المستشار ثروت حماد وقدام المستشار أيمن في وزارة العدل اثناء لجنه تقصي الحقائق اللي عملها المعزول مرسي. وشهادتي باختصار لان الموضوع طويل جدا ان انا شهدت على اشخاص بينهم من القوات المسلحه وقوات الشرطه اللي كانت متواجده. مش بشهد ضد جيشي زي ما اتقال في بعض الاوقات وبعض القنوات الثانيه. انا بشهد ضد اشخاص بعينهم واولهم كان اللواء حمزدين. وطلبت في النيابه العسكريه وفي وقدام مستشار ثروت حماد مواجهتي بالاشخاص اللي انا ادليت بمواصفاتهم وبروتاجهم اثناء مجزره مسبيرو عشان اقدر اقول ان ده كان بيعمل كذا وده كان بيعمل كذا. شهدت على اللواء حمدي بدين كان هو اول واحد بيحرض على الاقباط بيحرض عليهم الجنود بيقول لهم دول جايين يموتوكوا. لا تموتوهم لا يدافعوا عن نفسكم لا تموتوهم لا يموتوهم. انا 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 بس يا استاذ محمد يعني انا بس بص اثاره هذه القضايا انت قلته في المحكمه يعني اثاره هذه القضايا يعني في توقيت زي ده انت عايز توجه اصابع الاتهام الى قيادات بعينها في الجيش يعني. لا لاشخاص بعينها مش قيادات بعينها. في 3 اشخاص انا شدت عليهم منهم اللي هو حمدي بدين كشخصيه قياديه ومنهم 2 ضباط عاديين برتبه نقيب. مش قيادات بمعنى كلمه قيادات في المجلس العسكري ولا قيادات في وزاره الدفاع. وعلى فكره الجيش فوق دماغي. انت سمعت اللي هو حمدي بدين بيقول ده؟ بيقول دول جايين يموتوكوا. ده انا شفت عليه من تواريخ سابقه مش لسه بقوله السنه دي. لا انت سمعته؟ اه طبعا سمعت دوت سمعت ده بودني اثناء الاحداث. اثناء الاحداث نفسها وكلامي ده مثبت بفيديوهات كتير من سنه 2012 من اول مره استدعيت فيها في النيابه العسكريه. اه. يعني مش لسه بقوله السنه دي وفي ورق بيثبت الكلام دوت. تاني حاجه شهدت على ضابط اول شخص اطلق رصاص من السلاح بتاعه اللي هو المسدس او الطبنجه الشخصيه. عشان انا ما بعرفش في اسماء الاسلحه عموما بس الطبنجه الشخصيه اللي بتبقى في الجنب ده كان نقيب من قوات المسلحه. اول رصاصه طلعت كانت من الضابط دوت. تاني تالت جزء برضه خاص بضابط نقيب من الشرطه العاديه الداخليه يعني كان طالع على دول اللي انت شهدت عليهم الثلاثه يعني الثلاث اشخاص وطلبت ان انا اتواجه بيهم اثناء التحقيقات معايا وطلبت من كل المحاميين اللي كانوا متواجدين ساعتها. دي شهادتك ممكن تكون صحيحه وممكن تكون مش صحيحه
يعني دي شهادتك. تمام، واجهني بالخطأ، واجهني بالغلط، انها لو هي غير صحيحة انا طلبت ان يتواجه بالناس اللي انا شفت عليهم لغاية النهاردة من 5 سنين. فين حق الناس دي؟ فين مواجهتي بالناس اللي انا ذكرت اساميهم او ادليت بمواصفاتهم؟ فين مواجهتي بيها؟ النيابة ترى ما تراه يعني هنا، وقاضي التحقيق بعد ذلك تمام، ده من حق النيابة ومن حق قاضي التحقيق هي اللي تشوف جدية شهادتك من عدم جديتها مش انا. اكيد. تم بعد كده دلوقتي في ناس بتشهد كتير يعني، وفي تعامل بعدم جدية شهود كتير. تمام، عدم جدية شهود كتير، ليه ما واجهتش باللي بيقولوا الشهود دول؟ ما اعرفش انه لازم يواجهك، ده اجراء قانوني لازم يتعمل ولا لا؟ يعني ممكن ما يواجهكش يعني. لو بواجه وبقول على اوصاف ناس محدده، من حقي ان انا اطلب مواجهتي. ومن الناحيه القانونيه واكيد مع حضرتك في محاميين في الاستوديو يقولوا ان انا كلامي غلط او صح. تاني حاجه ان مش حق، انت من حقك، هل من حقه انه اللي يشهد؟ فبقول لك ما عملوش ليه مواجهه يعني. اثبات من حقه يشهد ويحلف اليمين طبقا لديانته اذا كان مسيحي او مسلم، بس لكن الاجراء اللي تاخده النيابه او قاضي التحقيق يخضع للسلطه التقديريه. احنا بس يا استاذ وائل في السياق عشان الوقت، بس ارجوك انا عايز اقول الحته دي بس استاذ في هذا السياق، لا في السياق الشهاده انا بقول يا ريت كان كل الصفوف اللي موجوده في الاولى يكونوا على نفس المقدار من الشهاده. كان في ناس تانية كتير. طب في شهادات تانية موجوده؟ في ايوه ده اللي احنا عايزينه. في كتير يا استاذ بالظبط. اذا اتفقت هذه الشهادات يا فندم اسمعني، احنا عايزين لصالح العام، لو اتفقت هذه الشهادات مع شهاده الاستاذ احمد استاذ محمد فده يكون في الصح ويؤخذ بيه. على سبيل المثال شهاده فرديه انت استاذ محمد عارف. انا فاهم. بص حضرتك على سبيل المثال وليس الحصر، شهاده الاستاذه فاطمه نعود كانت موجوده كويس وغيرها يعني، بقول على سبيل المثال في بص يا استاذ وائل في بالنسبه للدم. طيب وقته كمان